يا صباح الفل عليكم من أم الدنيا، صباح الفل عليكم من محافظة جنوب سيناء وخاصة مدينة الطور عاصمة محافظة جنوب سيناء. النهاردة أنا موجودة في مكان رائع زي ما انتوا شايفين كده، تخيلوا ان دي مدينة الطور. الجمال اللي انتوا شايفينه ده موجود في مدينة الطور، مدينة الطور اللي كل يوم فيها تطور وتطوير جديد بيحصل على أرضها. النهاردة احنا موجودين في افتتاح مقصد العائلة، المقصد اللي عمله سيادة المحافظ اللواء خالد فودة علشان يكون متنفس وتنزه لكل أهالي مدينة الطور. تعالوا نتفرج وناخد جولة على مقصد العائلة ونتفرج على كل الحاجات الجميلة اللي موجودة فيها، والطريق المعمول للعجل زي ما انتوا شايفين الأطفال راكبين السكوتر وراكبين العجل وراكبين العربيات الكهربائية في الطريق ده. كمان موجود الألعاب كلها الكيدز اريا الخاصة بالأطفال، زي ما انتوا شايفين معايا موجود ألعاب كتير جدا هنا في منطقة الكيدز اريا. مش ده بس، كمان موجود الممشى وموجود القعدات اللي انتوا شايفينها كلها على احدث طراز، وكمان موجود مسرح تعالوا نتفرج عليه، زائد المحلات او الاكشاك اللي شكلها جميل جدا المنتشرة دلوقتي في شارع 306 شارع مصر، وغيرهم دلوقتي معمولة هنا كمان في مقصد العائلة في مدينة الطور. كل حاجة هنا جميلة، كل جزء في مدينة الطور بيتطور يوم عن يوم مع سيادة المحافظ اللواء خالد فودة في محافظة جنوب سيناء. تعالوا ناخد جولتنا ونتفرج على مقصد العائلة. على مساحة 5500 متر مربع وبتكلفة بتوصل لحد 9 مليون جنيه، تم افتتاح النهاردة اللواء خالد فودة مقصد العائلة في الطور، اللي موجود فيه ممشى للدراجات الهوائية، وموجود كمان فيه أماكن لانتظار الدراجات ومناطق ألعاب ترفيهية للأطفال، وكمان أماكن يقعدوا فيها العائلات اللي مستنية أطفالهم أو بترافقهم في منطقة الألعاب. كمان موجود أماكن تانية علشان يأكلوا ويشربوا فيهم، 8 محلات بتخدم كل الزوار، ووحدة تحكم وحمامات ومنطقة ملاهي متكاملة وبسيطة، وكمان مسرح صيفي بيعرضوا فيه الفلكلور السيناوي لكل الزوار. المكان ده يعتبر متنفس ومتنزه لكل أهالي الطور اللي زي ما انتوا شايفين مبسوطين هم وأطفالهم كل العائلة. مقصد العائلة لعائلات الطور، كل يوم في تطوير، كل يوم في حاجة جديدة بتحصل على أرض سينا الحبيبة، أرض الفيروز. وكل ما يحصل جديد كل ما هصور لكم ونزل لكم كل جديد بيحصل على أراضي مصر الحبيبة أم الدنيا. تعالوا مع بعض نتفرج ونسمع ونستمتع بالفلكلور السيناوي على مسرح مقصد العائلة. بيكسر عليه النعايم، ندم فرحة نادي والفرح والعز ده.